واحنا بنتكلم عن نادي الزمالك ونهائي كاس مصر ونادي الزمالك من الانديه الكبيره طبعا. من ضمن مراحل انتقالك للانديه انت رحت الزمالك، ولكن انتقالك للزمالك كان صوره بس. بالظبط، انا رحت ما لعبتش في الزمالك. لا يعني انت كان طموحك واملك واختيارك الاول كان الاهلي. طبعا انا زي ما حضرتك قلت يعني لما مشيت من المصري كان في كلام ده في 2021، كان في حد تواصل مع بابا. كان ايام موسيماني لما كان ماسك. كنت انا فري بقى، يعني انا ماشي من المصري فري. خلاص عقدي خلص وما جددتش عقدي وخلاص. في ناس بقى تتكلم وخلاص الموضوع هيخلص ومش عارف ما هيخلص. كنت ساعتها بلعب بقى وينج رايت. كنت ساعتها تاني هداف الدوري وخلاص وفجأة لقيت الموضوع اتقفل وجي ميكوسوني ساعتها. فخلاص لقيت ان اي لعيب في الدنيا بيحب يروح مكان كبير. فلقيت نادي الزمالك متمسك بالموضوع فرحت. رحت قعدت معاهم 40 يوم فتره بعد ما الموضوع كان اتقفل في الاهلي وقتها. خلاص خلاص بقى. لكن لو كان جالك الاهلي وقتها خلاص كانت الرغبه الاولى الاهلي. ما هو مفيش يعني مفيش تفكير، لان انا طبعا. لما هم كلموا بابا قلت له وكمان انا فري، يعني انا مش هتعب حد في حاجه طبعا. فلما الموضوع رحت نادي الزمالك قعدت معاهم حوالي حاجه و40 يوم في القاهره وفي اسكندريه معسكر فتره الاعداد، فوجئت ان في موضوع القيد. كويس. موضوع القيد يعني موضوع القيد ده حتى وانا ماشي كان ساعتها ماسك كان كارتيرون تهالي. كارتيرون. وانا ماشي قال لي انا عايزك تفضل قاعد معايا تتمرن معايا لحد ما نحل الموضوع في شهر واحد. قلت له لا للاسف انا مش لعيب موظف. قلت له انا واحد بحب العب ماتشات مش بحب اتمرن بس. فقال لي الزمالك خد الصوره واحنا خدنا خدنا الكاس خدنا الاصل